وين ما كنتوا يا احلى عيله، وان شاء الله تكونوا الناس الكل بألف صحه وعافيه. حسيلو اليوم نهار جديد واخر نهار في التصيف، حسيلو عجبتني هالبلاصه، مانيش حابه نروح برجولي. المهم توا انا قمنا صبح بكري، عبينا الباجاج في الكرهبه وهاكم معنا في نهارنا. ما نعرفش اما زيت نكملوا نعملوا محويس صغرونا ونروح، والا روحت والخط راجلي يحب ديما يروح بالليل خاطر لومبوتياج ياسر السيكتور هذا يبدا مبلع، حاسيلو تضرب في الطروط سويع وانتي تستنى في لومبوتياج. المهم حبو بيتي نتكلم بشوية خاطر بحذية جيرين حما عربي ذي مش وحدك في الدق، اما محلين السيستيما شوفوا ما بنا وما شاء الله كالعنبة فوق ما شاء الله محليها. حسيلو في اخرى وعيشة اخرى، تصيفة هذية استكشاف، كنت مرة من بلاصة نستكشفوا البلايص والزوز البلايص اللي اخترناهم، الزوز حلوين وكل حاجة والطابع نتاعها اللي تحبها طابع ارتيزانا وحاجة هكا انتيكة وقديمة، والاخرى كمكوا هكا عصرية شوية وعلى البحر والجو وكالريق الكل. حومة عصرية اما باركونت الحومة شعبية راه، وهذه شعبية شعبية هذي عربي قديش من عام عندها البلاصة هذي. المهم ما نطولش عليكم توا باش ما نقوموش الناس خاطر قمنا على بكري، الدنيا ساكتة فما كوش يا صوت نجار ولا شنو هذا ولا حديد. المهم حبوبيتي هاكم معايا في نهاري كيف باش نعديه، نصور لكم ان شاء الله. لينا في سبع نومة مزالت توا باش نلم لميت الباجاج، بقالي كل الفروشات نلمهم وكل حاجات هذوكم الخفيف ديجا لميت الأغلبية، حطيت هنا الحاجات اللي باش نلبسوهم وكاهو تو باش نعدو، حطيت لها المرأة اللي مناشف لهنا باش من بعد تلقاهم وكل شيء نظيف. ديجا هي نظيفة البيت هذي، مش أخت كان على الدرجة والكرسي تحس روحك داخل الحمام مستوش ويسر محليه الدوش عجبني. هذه الكوشينة بسم الله، حتى لاموكينة قالت لك وين تحل الفريجيدير تعمل لاموكينة، عندك الحق تحط فيه اما زوز ديار نورمالمون، وعامله فيها حويطة تيلو. هذه منظمة قالت لك تلبس الماسكارينا وتعقم، اما الكوشينة ما عندكش الحق تستعملها انتيكا. حاسيلو الكوجينة شوفو حتى المعون متاعها، هذيك كيف ريتهم بيعو فيه شفيد بحطو فيهم اللفاح. بيبي يحل على البيت اللي احنا فيها، وهذا نمروها المرأة تحبو تكلموها تريزيرفيو. اما كيف ما شفتوها عندكم الكوجينة تحطو كان الفريجيتير ما عندكمش الحق طيبو والبيت فرش ودوش. وهذه الحومة الحومة عربي ما احلاها من، وهذه البيت متاعنا فيها توا نحضروا الباجاج باش نخرجوا، وتوا كملنا الرحلة متاعنا وفيت باش نخليو الدويرة، كملت نظمت الفروشات كيف ما شفتوا وباش نروحوا ليلة قابت رجعتها كيف ما كانت حليتهم بعد جي اتنظف وتغسل، حسيلو منش المسخين حديتهم لهنا ومازالو راكم غادي كيف كيف القبال. وهذه البيتة حسيلو نجمو تكريوها رخيصة جوست متاع نوم واقف في النهار تحوسو وفيها الدوش. توا نطفيولها الضوء ونقولولها باي باي كيف الدار الأخرى. وتوا خرجنا من الدويرة باش نمشيو نفطروا في الكافيتير ومن بعد باش نشدو الثنية ونروحو، ما الأغلبية يكون مازلنا مش باش نروحو باش نعملو زي دورة خفيفة لين يتيح الليل خاطر راجلي يحب يسوق بالليل في النهار أمبوتياج وزيد على لينا على القريب باش ما نحلوش الكليماتيزور. المهم هاكم معانا في النهار متاع اليوم، حتى السوشي متاع المكياج حطيته في الفاليز وخبينا الدبش وكل شيء نسيتو حتى من بعد نشوف كيفاه، نحس روحي ناقصتني حاجة كي عملت الماسكارا وشوية روج نحس روحي هكا تعبة. المهم حبوباتي نودو الحومة وهالزون هذايا
توا جينا للكافيتير باش نفطروا شدوا الرحله نتاعنا هذيا انكلو معناتها في الدار هذيا خاطر تسمى بي ام بي معناتها ترقد وداخلة فيها افطور الصباح. المهم هاكم معنا في نهارنا باش تشوفوا بعدين باش نمشيو نعملوا دوره خفيفه لينا دي حليل خاطر ما نجموش نحلوا كليماتيزور على لينا مريضه وزيد في النهار قلت لكم كيس ياسر امبوتياج من بعد تقل الحركيه في الليل. هاكم معنا في نهارنا كيف باش نعديوه قلت ربي نصور لكم الاجواء فالحومه برجو ليا تحفونا البلاصه مش حاب نروح هنا حاب نزيد ايامي تحفونا الحومه سرتو انا اغلبيه على البحر هذيك اكثر حاجه نحبها وكازون مرتاحه معناتها تحس نفسيتك مرتاحه هكا روتين ديما هو التفرهيد الواحد يرتاح فيه مش كيف في داره هكا مسؤوليه في الدار وكل شيء عسيلو قمت موتورات ورايا شوفوا العزايز زيد كلهم عزايزين في الموتورات تعديو يبزعوا هذوما الرحاله يدوروا من بلاصه لبلاصه بالموتورات واحسهم الكراب الكل وقفة شوفوا هنا بالمغرب حاسيلو حتى قاوتي سيلو السيركيلاسيون كل شوفوا من هنا الكراب وقفوا لهنا ورايا تحسها زلزال يقرقعوها الدنيا كي يدخل المطارات حاسيلو احنا هوا خديت كابوتشينو كينو والكرواسون يسري عبيوها بالنوتيلا وهذا الموقع اليوم عطيتكم عكس الكيزة السنتر جاية نونكي دراي فارفلون يا مروزو نوتي جورنو دي تورنو جيرانو دل بيلي ترانتو الريبوزو نوتي ستوا توجينو دمور دل بيلي ترانتو الريبوزو نوتي ستوا توجينو دمور بديت نجرب في هذي وذقت توا الكريم هذي ما بنها عاملين كريم من اللوطة ما بهلي كراميل وهذا حاطين فيها اللوتيوس ياسر بنينة وتحس الجوست نتاع اللوز فيها زادة لوريتو غاديكا وين مكتوبة لإيه هذي حاسيلو هذيك تهزكم وتعمل بيكم دورة في الحومة الزون هذي طلعت زون تورستيك وكل فازات متاع الاثار وكل حكايات عندهم يهبطوا 1000 متر تحت الارض يخبيوا فيها الزيتون والمحصول متاعهم وفيها كل دروجات دروجات قال كي شيحوا فيها الطماطم الشيحة كيف الزيتون ما احنا ما مشيناش الحق باش ندخلوا لها 1000 كيلومتر 1000 متر تحت الارض المهم عندهم برشا حكايات الحومة هذه الحق انا ما قريت زوجي هو اللي دخل قرا بين فيه نهايه سخون بالباهي نودع حومتنا وين هي السقاق السقاق الحومة العربي نرجعوا لزون الصناعة ولا الحركية بيد اللي ما يحلقوش وتوا جينا باش نعملو دورة في الحومة هذي حومة احلاها البلاصة هذي ماها يهبل سيلو شوفو هنا يعومو كده تعدى من تحتها منها يقعد لك الممشى متاع الماء شو بحرها ياسر محلاه لونو شو ما بنها البلاصة برجولية واحد يجي هكا وما يعومش مش حكاية قد ما عمت في البحر وما سمعتش بيه اليوم يخلنا نجموش نعومو مشكلة تدويش وتراجي طويلة شقليلة فيها
الكريب هنا متاعهم كتحبوها نوتيلا، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة فوندينتي، مارميلاتا، زوكرو، وزيدوها هذو ما كتزيدو أورو. أنا سما غالي إحنا في ثلاثة المرة الأخرى، هذا زيد 50. تحبوا تزيدوا سريالي، سمارتس، كوكو، بنانا، بينوري، نوتشولي، أو كنتي تحبوها بانا. الجو عندكم كريب إيطاليان. راجلي خذ الموخيتو، وين أخذت بالشوكولا، ولين أخذت جيلاتو ومعها الكريب بونا. سيرو توا باش نمشيو في مدينة العربي متاعها، تدخل هذه سور المدينة وتو باش ندخلو للمدينة العربي متاعهم نستكشفو. هي بوليا يكون فيها برشا بلايص مزيانين. شوف البلاصه هذي وبحوراتها، شو ما بنور بحال هذا. احنا توا في البلاصه هذي وترانتو، شوفوا البحر لونه ياسر محلاه، والغابه هذي. شو ما احلاها شليكة، حسنو ريحة الجلد مفحفحة ما احلاها. عندهم هذوما زادا ولا ما احلاهم تاع الزيت. هذي الحومة وترانتو، باش نطلعو للكاستيلو متاعها الفوق. باش تعمل نمرو دارك. هذه المرأة لازم نلوج على حكايتها. قولوا لي انتم كان تعرفوا شنو هي حكايتها هذه المرأة. خاصه نمشي نلقاها عندهم. عندهم فرزيت هذوما يسرى، عندهم نقشيت نتاع البحر محليهم. شو هذه كلها بالبابوش الفوق. شو انا عملت لكم زوم المرجان مغازي، وعندهم اللوح. اما مريو الارتيزانات نتاعهم، عدينا صور هذا في ضربه واحده، هذيك فيها فرفال عاملينها زعما 3 ديمونسيون. ما كشرك شنو هذا مخضه ظهر لي، شنو هذا محليهم. هذيا قبل قالك استعمرتها اسمها تركيا، ومن بعد اليونان، وبرشا عباد معناتها فيها مازالوا يحكيو الجريك لهنا، حتى البني متاعها والحاجات. حنا نستكشفو ونهزكم معايا. حسيت والصعدة بيلت سمح ليهم. هذا متاع الخبز ومعاهم البابيي مزيانين. عندهم فستق الودعة برشا سوطاس ياسر محليهم. وعندهم هذيك الشقشوقة نسيت شنو تتسمى. شوفوا الببوش ما شاء الله قديش فما انواع محليهم. باش نطلعوا للكاستيلو، ولا هذا هو الكاستيلو. حسيت فما سعدة دوختني. بالي هذا هو ولا كيزة هذي. شوفوا هندي تيلا وين تمشي تلقاه. ومريتهمش يبيعوا فيه، انا حاسيلو برشا شجرات معناتها تحسو طايب الهندي نتاعها، ما همش يبيعوا فيه. شوف هذو كيفاش عاملينهم بالفوسيل فوق.
هذه الكنيسة متاعهم. أما لاحظت الزون لهنا مش كيف الزون الكنيسة متاعنا، احنا ديما غادي تلقى في راسها واحدة ذهب. هوني الفلاحة ما عندهمش الذهب في الكنيسة متاعهم. شوف الحومة هذه باردة، إياه واحد يحط جريرية ويقعد هنا. ندور بكم في الحومة في الزقاق، شوفوا ما احلاها. أريبو شو ما احلاها الكازا هي. هذه تعمل التكستيل كيفاش كانوا يعملوا القماش. شوفوا هذيك الكاستيلو غادي ما بينهم الشرك ياسر فينو مش حاطين الاسوام. خليها نجيب هذيك كيف واحدة أخرى تبيع في التاكسي. توا نشدو إثنية باش نسكو معايا للكاستيلو معبية الدنيا. يا نسمة باردة تهب لهنا، لوطة سخونة. وهذا القصر أما الدخلة بعشرة أورو بتاعو. فيها تحس روحك ايامات الحرب. شوفوا لوطا مغرقو، انا مشي في بالي البحر لهنا طلع مش البحر. شوفوا باب الزردة مغادي زي عمك الدروج، حسيتو واحد ريقو شاح وسخونة اليوم. ما شو محلاها ينجموا يطلعوا الفوق بالكل فوق السطوح قالك نتاع القصر. او ما دار تكون طايحه طربوشتها. لي مش طربوشه عاملين فيها حوته، بس في بالي ثم شكون طايحه طربوشتها. او شوفوا من ياسر محلك الباحه نتاع القصر تحل على البرد يستقبلوا من هنا السلعه. نمشي توا نتعداو نكشفو. شوفوا العالم متاع القصر من داخل الباحة. نطلعو فوق السطح متاع الأميرة، سطح كبيرة اللي جاي فيها عرس هنا. أو شوفوا الفيو عالمي، شوفوا العباد كيفاش تعوم روعة، شوفوا مغادي محلاه. هذه الديار اللي دايره بالكاستيلو. منين دخلوا هذو ما يعوموا؟ نعبدوا في الزرزيحة تو. وانا صندلي يزلق.
اسمها. شوفوا مبان هاك الحومة. Dry farfalon amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci sento un cibo d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci sento un cibo d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panachini. Cosa anche questa? اخذيت الجرانيت هذه بنينة على الاخر ابن من اللي اخذيتها في السوق. شوفوا هذيك ابن وهذه سبيساليتي نتاعهم كيف نابولي. حاسلو حاط لي فيها غلاس وحاط لي فيها الكريم يعني باش نستكشف شنو هي. قال لي كرواسون هو هذا محشيه عنده برشا حاجات هكا كل فيها كعبوره من فوق فيها الراس. هذيك هي ريتهم هنا في اليوتيوب يعملوا فيها. انت تختار شنو تحب الكوسو، تحب دوي كوستي غلاس ولا بانا ولا شوكولاته. حاسلو عنده برشا انواع هذايا. وفما هذيك الجرانيت فيها لوز حاسيلو كعب وقهوه رفت يخذيها، وانا خذيتها بالمونت. المونت نتاعو ياسر بنينه. المهم هانا نستكشفوا حتى اجلاسهم بنين. اللي اسمه الايس شالدي ايه كيف كيف هي كليتو ولينا بلب زتو ريتو تبلبيس نتاع بنوتي. قصد فيه حاسيلو كرواسون ساندويتش بنين. لينا عجبك؟ ديما قالت بنتي بنين بنين. سيلو معروفين الزون هذه بالبوتشا اللي هو ساندويتش يعملوه بلي تحب انت. انا البارح خديت منه. يعطيوك ورقة وتختار شنية اللي تحط فيها. ما اغلبيته خطرة يعملوه ما بك الحاجات متاحهم وانت تختار. عندهم الجوتا ياسر بنينة والموتزاريلا متاحهم يجي في البوتشا ويجي سخون، والبات متاع الخبز ياسر بنينة. وين هو؟ اها هاو هذي هو. معرفش عاد هنا شنو هي الاسباب نتاعو. ندخل داخل وريه لكم. هاي مايونيزي بنتي تختار تو. شو كيف الفخار نتاعنا هذا باتشا نتاعهم بوليزي. ديجا شاركتها معاكم في فيديو في اليوتيوب. اللي تحب تحط في الكوجينتي ماكويزين فوكاتشا بوليزي تعطيكم هكا بالزيتون وطماطم وشي عالية شوية وبنينة.
هم السندويتشات جاو كان موتزاريلا يحطوه لي كاملة. هذا نتاع لينا وكتحطوا لي تحبوا محلا محليه الامبلاج عجبني. ما السيرفيس نتاعهم باتيين من بكري وحنا نستناو بتوع علينا سيلو مضخمين الساندويتش مسمينه فوتشا. الباتا تاع الخبز ياسر بنين على محالة. انا هكا تختاروا اللي تحبوا، حطيت طن مايونيز في نوع نتاع جبن اسمه بوراتا بنين برشا. محالة فيهوش برشا حاجات، انا حطيت سلطة طماطم طن مايونيز وموزاريلا وهذه براتا. شوفوا البناء ناقصوا ضربة هايسة ويولي كسكرو تونسي. هذا تاع توتو عجبك لينا بونو؟ ياكلو بنتو سخون هو. هذه فطرنا عندها بنين الساندويتش نتاعها، وما يقولوش ساندويتش يقولو بوتشا النوع نتاع الخبز نتاعهم. رجعت الكوب طلعنا الصعدة توا الهبطة محلاها عجبني. اوه شو كيفاش نمشي ريت عمي البنتي وانا نمشي من بكري فضل الهبطة ونقولش بهم الناس يخزوني. شوفوا راس صغار ديما بعميلهم حسين شي بشوية لنزلك المستحسن نجيو بس بدري بتعملوش عامل كي جيت بالصنداد اليوم مساسة ديما كي نخرج نلبس سبيتي. قلت خليني نبدل اليوم والدنيا سخونة نلبس صنديل أخف. يا أخي زعما جيت سكي وتوا الفيو اللي قدامنا شوفوا كل منظر ياسر محلي حسين تهبط قالك البحر أمامنا والعدو وراءنا. شوفوا لي هالبلاصة وهالبحر هذا كيفاش وقديش ونظيف حتى نكتة وسخلة فيه وكل منظر اللي فيه ياسر محلي. قالك بحر القصر ومع الفليك وهاكا الصغار يعوموا غاديكا واللي يحب الدورة الكل حجر. قالك كان في يعوم فيها الأمير شهريار. باركو هذا بنتي رات الدريج رح مشيت تجري حسيلو. هيك جينا البوتيك قالك استيتسين حاسين برشا اسامي عرب هنا مليكة وعمر. شوفوا حاسينو البلاصة البلاصة هذي تقتل. كلها تنقص من هنا. رجعت لكم تو بتجي للبحر. أنا حب نقز. هلينا تحب تنقز. حاسين دخلنا وخرجنا عملنا شمة للبحر وخرجنا ياسر فيه الحجر ويوجع الساقين. سقطوا على لينا مقربة فوقنا عليها بير ياسر كلاص حاسين الماء وزيد ساقيك تمشي لازم كل هذوك ماك الصبابط اللي تلبسوا نتاع البحر والا الاخرين ياكل بلاستيك لان الواحد ياخوهم. اما كبلاصة ياسر محليها ومزيانة. المهم مشكلة بزيد مخها توا رانا جايين 5:30 حبوا نعوموا.
درنا درنا ومش ناويين نروح الدار. ياسر محلي هالبلاصه، كل ما نقولوا انا باش نروحوا نقولوا يا خنزيدوا ايامات اللي نتوفى فلوسنا تروحوا اوبليجي علينا معايا في هذا. شوفوا حسيدوا البلاصه تواجينا للرستوران، حاسلو احنا والبوتشا كلهم عندهم البوتشا بنينة، هذي عجبتنا البوتشا ياسر، هوني خفيفة وبنينة كسبسياليتي متاعهم. وعندهم كيف كيف هذي البيتزي برس كيف البيتزا، هي متحسوها اخشن شوي، نعش على البيتزا متاعهم الرستوران هذي كيف الاخرين ولا. وعندهم زادة هذه الفريز، وهذه الفريز بنينة على الاخر، جربوها كان مشيتو تشبه شوي البروسكيتا، ما هذه الخبز متاحة يتفترش على الاخر ومعبي بزيت زيتونة. زوجي هنا خذي البيتزا بالفروماج وطماطم الشيحة بنوتي مارغريتا وشوية فريت، والفريز راجلي خذيها بالكبار ونسيت حاجة اخرى معاها. على محل عجبتني متاعي ابن بالطن الكبار الحق من اسحاب خاطر معاه، وهذا كان عشينا. وتوا حبوا بيتي باش نوريكم كيفاش تلقاو البلايص، تدخلوا ديما للمابس كيف ما شفتوا هذه البلاصه باش نوريها لكم. ديما تسالوا فيا قداش تبعد علينا التراجي وين البلاصه وكل شيء، ديما ادخلوا للمابس وحطوا الاسم اللي نقولكم عليه، ولو جوا لاي بلاد تحبوا تدوروها وتشوفوا قداش التراجي متاعها حسب داركم. كيف هنا انا حطيت لكم اوترانت والبلاصه الاولى هذيك اللي فيها الكاستيل والبحر، وهذه اللي مشيت لها الثانيه اسمها بورتو باليسكو. وهكا ديما نكتب لكم انا اسامي البلايص ديما ثبتوا في الكتيبه كيف ما شفتوا. تو باش نوريكم البلاصه، تنجموا في الدار وتحاوزوا في الحومه ما غير ما تسافروا، تدخلوا للتصويره هذه ولهنا للتصويره، وهذه الحومه وتمشيوا تتمشيو فيها كيف ما شفتوا. هذه نروان مول فوق وين تحطوا الباركينج، اما هذه باينه في الجوجل القديمه مصورينها، وفي الشتاء فارغه، في الصيف حاسلو ما تلقاوش وين تحطوا الكهرباء. ديجا احنا ضربنا نص ساعه باش لقينا بلاصه بقينا ندورو كيف ما شفتوا. تهبطوا الكيس هذا هذا هذا، ثم الهبطه هذه نورمال مول في الصيف هذوك كلهم اكل الحمر يسكروه الكيس يتعديو كان الموتورات منها. وتوا انهبطكم معايا لك البحر المزيان، اما خساره ما نجمش نعوم، وجست بردنا سويقاتنا وخرجنا بارد ياسر يصمد حسيلو، وزيد ما علينا مريضه وبالحجر الحق ما نجمناش نعوموا فيه. ننصحكم كان جيتوها جيبوا معاكم كل صبابط نتاع الحجر هذاك نتاع البحر باش نجمو تغوصو كان تحبوا التنقيس، خاطر هذه البلاصه الكلها حجر والعبال الكل تنقز يمين ويسار كلها منشره. فما هنا وينك الشجر غادي كظهر لي فما يكري وكل شيزلون وكل شيء. وهذه البلاصه تقعدوا هابطين هابطين الهبطه هذه، المحله تراوها برشا مي ما تحسوهاش راهو كي تبداو هابطين. وهذه الدخله نتاعها ياسر عجبتني، شوفوا كالون البحر ما شاء الله روعه، حسيت وهبلني النافيغاتور يقعد يدور. المهم وسعوا بالكم معاه كي تدخلوا، هكا عملت بكم محوسه كيف ما حوست حوست بكم معايا. قولوا خايبه لما حال الله غالب جيكم طويل برشا الفيديو، خاطر البلايص ياسر محليهم وما حبيتش هكا نقص لكم الفيديوهات، قلت كيف ما حوست اتحوسوا معايا. وليتوا واحد من عائلتي تو ما عادش نجم نستغنى عليكم، نهار كامل تليفون في يدي وانا نعبر معاكم. كيف ما شفتوا هالبارتي من هنا على محل مسخه تو كون شي خاطر في الشتاء كيف ما قلت لكم، فيها طرفونه سبياج هاكم القدام شوي تونر مالو الباقي من تالي حجر، ومن القدام اول ما تدخل حسيلو كلها حجر يوجع الساقين. اما كبلاصه ننصحكم امشي ولها كان مشيتو، هي بريسك سالينتو الكل عندها ياسر بلايص مزيانين. احنا حاولنا لو ماكس نمشيو للبلايص المعروفين والمزيانين، على محل ثما بلايص اذا مزنا ما مشينا لهمش ما كفناش الوقت. هو كان نلقى نزيد شهر فيها مرة واحد، ياسر محليها وياسر عجبتني. واحد يحب يمشي يتمتع بالحقب بحر حلو ومزيان، ننصحكم بول يا ياسر بحرها مزيان ونضيف كيف ما شفتوه. اما انتم وزهركم والطقس. مهم حبوباتي هاو كديما تسألوني ادخلوا للمابس تلقاو كل شيء، والبلايس الكل يعطيكم الوقت والتراجي وكل شيء، وتستحقوني في اي سؤال مرحبا بكم. المهم هوني باش نوقف الفيديو، ومازال المشوار ما فاتش الرحله نتاعنا، وظهر مش باش توفى ياسر عجبتنا البلاصه ماهيش مخليتنا نروحوا، هذه عملت لنا مغناطيس مش معش نروحوا
المهم خليكم معايا واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجاية، فما برشا زادة بلايص اخرين مازالوا حلوين باش نوريهم لكم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وعجبوكم الفيديوهات على محالة طويل شوية. ما الله غالب ما نجمش نقص لكم حاجات مزيانة كيف هكا ومناظر ياسر احلوة. المهم ما تبخلوش عليك العادة بكل لايكات والتعليق المزيانة، وربي يخليكم ليا وبوسة ليكم يا احلى عيلة. نتقابلوا ان شاء الله في الفيديو الجاي، استنوني.